اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتعلم ان شاء الله طريقه عمل البلود. البلود طريقه سهله جدا. هجيب واير عادي نحاسي بسناني بالمنظر شكل 8 كده. هجيب قرطاس، هجيب القرطاس وراح الفه واجيب حته الواير اللي انا عملته احطه هنا. خليك سريع معايا، الناس اللي بتتفلسف ارجوكوا كل شيء هيكون تمام وتحت السيطره. طبعا هنعمل هنا بالمنظر الحلو ده. هنجيب حته تيب لزاج يعني لزقه، وهنروح جايين لازقين بالمنظر ده. زهره يا جوجو؟ زهره. ماشي يا جميله. اها حي الناس يا جوجو، قولوا ازيكم يا عمو. قول ازيكم يا عمو. ازيكم يا عمو. ربنا يخليكم يا رب. ربنا يخليكم يا رب. ايوه عملنا القرطاس اهو، وفي الايه يا جوجو الواير كده على حسب ما انا عاوز البلد بتاع او الثقل بتاعي يكون. مثلا في ناس عايزينه كبير، عايزينه كبير كده مثلا، في ناس عايزينه بلد متوسط الحجم. اهلا يا عمرو، ازيك يا عمرو اهو. ونروح جايين حفرين له فيه. انا بحب اشتغل بالاسمنت دايما، حفرين له حفره في الاسمنت كده. ظاهر يا جوجو؟ ظاهر. ونروح حاطين كده اهو، بس تكون حفره ايه عميقه شوي. ونروح جايين مغطيين من كل، لا بلاش خلي الحفرة اوسع اهي اهي. وزي ما انتم شايفين احنا صبينا بلود قبل كده وموجودة. هجيب بسم الله ونصب اهو. شوف يا جوجو، اظهر يا جوجو ما شاء الله لا قوة الا بالله. وارفع يا جوجو شوي، نوري مثال. سخن يا بيت اهو بسم الله. لحظة بس عشان المشاهدين يشوفوا الذهب او الفضة او الالماس اهو. ظاهر يا جوجو؟ ظاهر اهو. وكل عام وانتم بخير.